السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور محمود شعيب، مدرس مساعد وأخصائي جراحة المخ والأعصاب. ده الفيديو العاشر وغالبا ده الفيديو الأخير، يعني لحد فترة كده اللي هنتكلم فيه عن منح جراحة المخ والأعصاب. هتكلم إن شاء الله على منحة الـ WFNS اللي هو الـ World Federation of Neurosurgical Societies. هو موقع طبعا الجمعية دي من أكبر الجمعيات في العالم، ليها فيلوشيبس لو دخلت على الفاونديشن، ومنها دخلت على فيلوشيب كرايتيريا اند ابلكيشن فورم هتلاقي لهم سنترز كتير بيتعاملوا معاهم، ممكن تقدم على الفيلوشيب بتاعتها. انا كان ليا فيها تجربه، قدمت من حوالي تقريبا 3 سنين على الفيلوشيب، واخترت سنتر في ماليزيا وجالي موافقه على الفيلوشيب من الجمعيه. وبعد يعني مثلا شهرين ثلاثه كلمتهم بعد الموافقه ايه اللي هيحصل، قال احنا مستنيين موافقه المركز نفسه بتاع جراحه المخ والاعصاب. يعني الجمعيه ادت الموافقه بس السنتر لسه. سبتهم كذا شهر وسألت تاني على المركز، قالوا مفيش رد جه واحنا مفيش ايدينا حاجة نعملها، انت خدت موافقة من ناحيتنا وخلاص يعني. والموضوع وقف على كده، وبعد شهور مفيش حاجة جدت. فجت يعني كانت تجربة غريبة شوية، ما قدمتش فيها تاني بصراحة. لكن انا هتكلم عليه النهاردة اللي انا قدمت فيه قبل كده واتقابلت فيه. هي طبعا الجمعية ليها مؤتمر المفروض ان هو تقريبا سنوي، اخر مؤتمر كان السنة اللي فاتت شهر 9 في الصين، الـ World Federation of Neurosurgical Societies World Congress او WFNS World Congress of Neurosurgery. المفروض ان المؤتمر الجاي يكون السنه دي في 2020، لكن انا لقيت على الموقع هم داخلين على 2021 على طول. المؤتمر هيكون ان شاء الله 29/8 ليوم 3/9/2021 في بوجوتا في كولومبيا. لو دخلت على صفحه الموقع هتلاقي ان الريجستريشن اخره لسه شهر 2/2021، يعني قدامه لسه اكتر من سنه مفتوح. لكن انا ما لقيتش على الموقع الاسكولارشيبس، يمكن تكون شويه وهتفتح، لان هي الموضوع دوت روتيني في كل مؤتمرات الـ WFNS تقريبا. هم بيعملوا سكولارشيب زي اللي اتكلمنا عليها في الفيديو قبل كده بتاع الاي اس بي ان، سكولارشيب لحضور المؤتمر. يعني انت بتحضر المؤتمر وبعد ما تخلص بيديك فلوس تغطي لك تقريبا كل تكلفة المؤتمر، سواء السفر أو التأشيرة أو الإقامة والأكل والشرب وكله يعني. فالمهتم هيتابع الموقع بتاع المؤتمر، موقع الجمعية الأول هو wfns.org، ده موقع الجمعية، وهتلاقي بينزلوا عليه على طول يعني مؤتمرات كتير حوالين العالم، ممكن تدور فيها ممكن تلاقي منح تانية. موقع المؤتمر اللي أنا بتكلم عليه اللي هو World Congress، الموقع بتاعه wfns2021.com. ده لو انت مهتم بالموضوع هتتابعه. المفروض ان هينزل عليه فتره يعني كذا شهر قبل ميعاد المؤتمر، هينزل عليه تفاصيل السكولرشيب. كانوا بيدوا لعدد كبير جدا يعني ميات حوالين العالم، ونتقابل فيه ناس كتير جدا من مصر ومن غيرها من الدول اللي حوالينا يعني غالبا ده هيكون اخر فيديو في السلسله دي، شويه هنريح كده الا لو في حاجه يعني ذات قيمه تستاهل نعمل عليها فيديو تاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.